مولاتي، شرفت بيت يا مولاتي. تفضل يا مولاتي. يا شيخ البلد، أنا أعرف إن والدي كان أعز أصدقائك. الله يرحمه نظام الأنظمة، من يوم ما توفى ولسه منصبه شاغر. وأعرف كمان إنك أنت اللي ربيت شهريار. أي نعم يا بنتي. إيه سر شهريار ده؟ إيه طبيعته؟ إيه تركيبته النفسية؟ أنا عاوزة أروضه. تروضي ليه؟ هو سبع؟ أصعب من السبع. هو فعلا مولانا أشجع من السبع. يا شيخ البلد، الشجاعة مش إن الواحد يبقى قاسي وعنيف. شوف طير رقبة كام عروسة؟ دي شجاعة دي ولا جبن؟ مولانا أشجع رجل في التاريخ. أنتوا اللي أفسدتوه. مولاتي. طبعا أنت معاه. على العموم مش مهم، أنا بس عاوزة أعرف كان بيزورك من كام يوم ليه؟ مولاتي، أسرار شهريار مش ملكي. أنا بكلمك زي بنتك. أنت فعلا زي بنتي بالظبط، بس في أسرار ملك الدولة وفي أسرار خاصة بيك أنت. أنا مستعد أقولك اللي يهمك. الله يخليك يا شيخ البلد، قولي شهريار بيفكر في إيه؟ إيه اللي شغل عقله؟ من غير زعل؟ طبعا. بيفكر في جارية اسمها قمر. مين قمر دي؟ دي واحدة كنت حكيت له عنها حدودة. لسه بيحب قمر؟ أيوه. ليه؟ فيها إيه أكتر مني؟ بيقول إنها وديعة وحبوبة ومنكسرة. وهما الرجالة ما يحبوش إلا المنكسرين. يا بنتي، الفرق بين الرجل والمرأة هو الفرق بين القوة والحنان. من غير الحنان المرأة تبقى رجل. انتوا كده بتطمسوا شخصية الست. الست ضروري يبقى لها شخصية مستقلة. مجتمع متخلف صحيح. يا بنتي، الأفكار اللي بتقوليها دي ملهاش غير عقوبة واحدة، هي السيف. ده احنا كلنا بنحبك لأنك أنقذت البلاد من قتل عروسة كل يوم. مش عايزين نرجع لمسرور تاني. مش هنرجع يا شيخ البلد، ما تخافش. الكلام اللي بتقوله ده مصيبة، مأساة، كارثة. لا 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 لا، أنا يستحيل أصدق. وأنا متأكد منه. مسرور هو مصدر الخبر بنفسه، قاله للجارية. ساعتها يبدو أنه كان منتشي حبتين، والجارية نقلتهولي. أصلها تبعنا من عيوننا. أيوه، بس ده يحطم سمعة الوزارة. إحنا هنا يد من حديد لابسه جوانتي من حرير. يجي سياف يشتغل معانا في مكتب نظام الداخلية يعمل ايه؟ ده معناه ان احنا بنطير رقاب الناس. لا 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 لا، دي اساءة لسمعتنا. تمام تمام يا فندم، سيادتك مظبوط. تمام. انا هكلم مولانا شهريار في الموضوع ده. طبعا لا يمكن اقبل الكلام ده، مستحيل. اهلا يا مسرور. اهلا بيدي. ده كلام بجد بقى. ألف مبروك يا مسرور يا ابني. مولانا تعطف عليك وبعتك تشتغل معانا، بس أنا في حيرة من أمري. ما عرفش أنت هتشتغل هنا إيه في مكتبي. إحنا يا ابني ما بنطيرش رقاب الناس. يا صاحب السعادة، دي شغلة مؤقتة. أنا حزين إن أنا سبت مولانا شهريار. شايف يا كبير البصاصين، شايف مسرور زعلان ازاي انه هيشتغل معانا وحزين انه هيفارق مولانا؟ يا سلام، كله وفاء. وانا بسأل نفسي، ايه اللي عاجب مولانا شهريار في مسرور؟ اتاريه الوفاء. يا سلام، انت حزين يا مسرور، وانا مبسوط انك هتشتغل معانا، بس يا رب يكون بصفة مؤقتة زي ما قلت. في الحقيقة مولاي، انا مش عارف ابتدي الكلام معاك ازاي. انا محرج واخشى اني افسد مفاجاه عاملها لك مولاتنا شهرزاد بمناسبه عيد الربيع. مفاجاه؟ طيب قول وانا هعمل نفسي مش عارف. اشكرك يا مولاي. شوف جلالتك، البسين اللي هتقدمه لك مولاتنا شهرزاد. ليه؟ ايه البسين ده؟ حاجه تتاكل ده ولا ايه؟
انا برضو كنت زي جلالتك كده محتار، ولسه لغايه دلوقتي محتار. بس هو يا مولاي عباره عن بركه سباحه او بحيره صناعيه في قلب الجنينه، تحب جلالتك تعوم فيها تعوم؟ يعني البحر هيتنقل لجلالتك داخل السرايا جوه الجنينه. فكره ظريفه قوي، ودي بقى علشان اعوم فيها؟ ايوه يا مولاي. هي غويطة يعني عمقها قد ايه تقريبا؟ هو على حسب كلام مولاتي من متر لمتر وسبعين سنتي، علشان مولاتي طولها متر وسبعين سنتي. غريبة، أول مرة أعرف إن شهر زاد طولها متر وسبعين سنتي. بتقول حاجة مولاي شهريار؟ لا أبدا، هي بس العمق هنا مش كفاية. عمق عمق البحيرة؟ أيوة طبعا، انا عايزها اعمق من كده بكتير. انا اصلي مش هعوم فيها، انا اربي فيها تماسيح وسمك قرش، واي حد متضايق منه هعزمه على العشاء جنب البحيره دي، بعد ما يتعشى ازقه علشان سمك القرش يتعشى هو كمان. فكره عبقريه، نفذ على طول وانا هعمل نفسي مش عارف. أخيراً لقينا شغلانة ظريفة المصروف، مدير البسين. إيه؟ أخبار مولايا إيه؟ أخبارك أنت إيه؟ مادام سؤالك سبق سؤالي كنت هقول جوابي قبل جوابك. وبداب مولانا بخير وصحة وسعادة وعافية، يبقى كل شيء بخير وماشي بالعافية. دي المقدمة السابقة، فين بقى الأخبار؟ الأخبار، أول خبر في الأخبار ارتفاع الأسعار، وأول حاجة غليت هي الأخبار، عشان شحت أولي من دول ليل ونار. يعني إيه؟ عندكش أخبار ولا إيه؟ لا عندي يا مولاي أخبار مخصوص لمولاي. طب ما تحكي يا نعمت. مولانا القاضي اتجوز. اتجوز؟ اتجوز ازاي ده؟ ده عنده 85 سنة. أولاده قالوا له هتتجوز ليه وأنت سنك 85؟ قال لهم أصل عايز حد يونسني 85 سنة الجايين. غيره المفتي طلق مراته التاني. ليه طلق مراته ليه؟ لأنها أهانت مراته الأولانية وبتغير من مراته التالتة. استغرب الناس دي بتغير ليه؟ ستات يا مولاي اللي تعقل اللي تعقل. غيره نظام الداخلية يا مولاي رفض ضابط مظلوم ومسكين، رفضوا يا عيني لا له لا في الطور ولا في الطحين، رفضوا عشان يداري سوء تصرفاته في أزمة الجواري. اسمه ايه الضابط ده؟ اسمه ايه الضابط؟ يا ترى اسمه ايه؟ اسمك ايه يا معتوق؟ اسمك ايه؟ اسمه معتوق يا مولاي. ها اجيب لمولاي الكولونيات والبرمنجانات؟ لا بس انا عندي خبر غريب يا مولاي، طازه لسه جاي من تجار كنديار. غريب ازاي يعني؟ بيقولوا ظهرت امنا الغوله، اجعل كلامنا خفيف عليهم، ظهرت في كنديار. أمنا الغولة؟ أمنا الغولة تمام زي الحواديت. قال إيه؟ فيه واحدة ست بعين واحدة، والعين الواحدة بتبخ منها النار وتخش على البيوت تقشطها وتسرقها. شوف إزاي دي وهي بعين واحدة والعين التانية بتبخ نار؟ مش غيلان يا مولاي، الغيلان بيركبوا عين سحرية وهي ماشيه كده وبالعين السحريه تقول
انا امك الغوله، هات عيالكم احسن بعدين اكلكم. يقولوا لا 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 بلاش، احنا في عرضك يا ستنا الغوله. خدي خدي بط، خدي وز، خدي خرفان، خدي جاموس، خدي حتى فلوس، بس سيب عيالنا. تروح واخده كل دول وماشيه بقى. تمشي تروح على فين يعني؟ تروح بيتها عشان تزلط الجاموس وتأزأز الخرفان وتحل بالبط والوز كمان. يا سلام، يا بختها من الغولة دي، بتاكل أكل مغذي وجميل. جميل إيه يا مولاي؟ ده دي حاجة مخيفة يا مولاي. بقولك إيه يا نعمة؟ أيوة مولاي. أنا عايز أشوف من الغولة دي. ما تشوفش وحش يا مولاي. اخطف رجلك، المسافة بيننا وبين كندهار نص ساعة، ممكن تروح تشوفها وتيجي. بس ليه يا مولاي تشوفها؟ ليه ما تبعد عن الشر وتغني له؟ خلاص يا نعمت، الليلة هاخدك معايا عشان نشوفها. انا لا يا مولاي، انا في عرضك، انا مش هعرف اشوف، انا نظري ضعيف. يا ريتني ما كنت جبت لك سيرتها. انت خايف يا نعمت؟ خايف يا مولاي؟ ده منظر واحد خايف. انا من يوم ما اتولدت وانا جبان يا مولاي، جبان. ما تخافش يا نعمت، انا معاك والسيف هيبقى معانا. سيف؟ سيف ايه يا مولاي؟ السيف دي تأزأز السيوف. تأزأز السيوف وتاكل لها 50-60 حربة بعد ما تبلع وتزلط في الخروف. بص يا مولاي، روح انت، انا مش رايح يا مولاي. نعمت، استعد للسفر. انت بتقول ايه؟ مولانا مسافر يصطاد الغولة اللي ظهرت دي. لا لا يمكن، لا يمكن اسمح بالرحلة دي. الرحلة دي فيها خطورة على سلامة مولانا. السفر بالليل فيه مخاطر شنيعة فظيعة مريعة. أرجوك أرجوك يا جناب النظام تقنع مولانا إنه يلغي الرحلة. بس مولانا قرر الخروج. لا، أنا لا يمكن أوافق. أنا أقدر أحمي مولانا من اللصوص، من قطاع الطرق، إنما غولة، غولة عينيها بتطلع شرار. افرض الشرارة جت في عين مولانا، أعمل إيه أنا ساعتها بقى؟ الرحلة دي لا يمكن تتم. انت لابس دلوقتي ورايح على فين؟ رايح اصطاد. تصطاد ايه بقى في نص الليل؟ اصطاد امنا الغولة. صحيح، طب خدني معاك. خدك معايا في ايه؟ دي مسألة خطيرة. عشان خاطري وحياتي عندك، خدني معاك ربنا يخليك. هاخدك فين؟ دي امنا الغولة تهكلك. انت بتضحك عليا، وفي حاجة اسمها امنا الغولة؟ انت مش مصدقة؟ طبعا. طب تعالي معايا، تعالي على الله تاكلك عشان نخلص منك. انا لا لاقي اكل ولا عارف اعيش. قلت اعمل غوله واقول للناس يا عيالكو يا بهايمكو، كانوا بيدوني بهايمهم. اعمل ايه؟
الظلم عمل فيا كده.